عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني وكلشي مزيان وكلشي بخير. نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم تتشاهدوا هذا لا فيديو. مرحبا بكم في قناه بنت ماما هنيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم التخمام اللي غادي نخمل هذا البيت. كما تتعرفوا راه قرب العيد الكبير وضروري تنبغيو نخملو تنبغيو نحضرو. المهم غادي نشارك معكم التحضيرات ديالي المتواضعه. كيف ما قلت لكم اليوم غادي نخمل هذا البيت. راه كما تشوفوا معايا راه حنا باقيين ما مفرشين، ما حتى شي حاجه، راه ما دايرين ليه لا طلانط لا والو. المهم داكشي اللي وصلتو هو اللي قدرت نديرو، وباقيين ما صابرين.
خملت البيت وخرجت من دار باش نمشجهم. وبالنسبه للمخيط راه حتى الغدا عاد فاش ملي عنجي من الخدمه مع الثلاثه عاد فاش غدا نصبنهم. دابا راه الربعه ونص حنا باقيين ما تغديناش. يلاه طفيت على الغدا وقلت ندخل هادشي بعدا من الزنقه عاد فاش غدا عاد فاش نتغداو. ولكن راني تقلقت بزاف جيت حتى الاخر داز عندي التخمال هو هذا كلشي داز بالزربه كلشي هذا. واخا ما بديتش التخمال بكري راني ما بديت مع حتى الوحده عاد فاش بديت ولا مع 12 ونص والله ما عقلت. المهم جيت حتى الاخر كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو راني كنت حاطه التلفازه انا غدا نوريكم كنت حاطه هنايا فوق هاد الحوايج ومعادي غير ندوب التلفازات القدام ماشي بلازما ولا هذا باش غدا تلصق في الحيط. المهم كنا حنا حاطينها غير هنا فوق السدار قلنا حتى من بعد الا جاب الله رزيق راه حنا غادي ملي غادي نصلحوا راه غادي نشوفوا فين غادي نديروها ولا نديروا تلفازه وحده اخرى ولا شي حاجه. المهم انا ملي بديت التخمال حطيتها هنا فوق هاد الحوايج جيت حتى الاخر ملي بغيت ندخل المضارب وجيت نجر الطابله انا نسيت راه التلفازه جريت الطابله بحال هكا نسيت وجيت فيها وطاحت ليا في الارض. دابا راه مقبله وانا مضاربه معاها باش نخدمها ما بغاتش تخدم وتنصلت ليا من هذا من هنا من هاد البلاصه راه تنصلات هذه كلها كما تتشوفوا راه تنصلات ما عندي ما ندير ليها. ديما المشكل كان سميتو كان تليفون محطوط في الارض حيت انا كنت باركه في الارض شاده التليفون بحال هكا وكان تليفون كانت غادا طيح ليا فوق التليفون كان تليفون غادي يمشي والتلفازه غادا تمشي وكلشي غادي يمشي. المهم حفظ الله ما جاتش طاحت غير حدا التليفون ما جاتش فوق من التليفون ولكن التلفازه مشات جات في هاد الوقيته ما عندي كيفاش ندير انا باش ناخذ التلفازه ولا هذا كيما تتعرفوا راه العيد الكبير ما هذا نكذب عليكم والله العظيم الا تعصبت كاع بزاف. انا ما عنديش مشكل في التلفازه نتفرج ولا ما نتفرجش حيتاش من النهار اللي درت اليوتيوب وانا ما تنشوفش كاع التلفازه لا لقيتها شاعله ولا شي حاجه عادي باش نشوف وقتاش نخدم التلفازه ملي بغيت نخدم القران عاد باش نخدم التلفازه. ولكن انا غير ماما هي اللي تقلقات بزاف على التلفازه وما عندي ما ندير انا راه ما درتهاش بالعاني ما كما تيقول لك قدر الله ما شاء ما عندي ما غدا ندير. وغدا نخليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد ولا يوم جديد ولا شي حاجه. المهم اي حاجه راه درتها غدا نشاركها معكم وغدا نقولها لكم وسمحوا لي جيت حتى الاخر ديال الفيديو وغدا نقول لكم سلامه وانا مقلقه سمحوا لي بزاف. سلام عليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله.